انقاد فريق شباب برج منايل إلى الهزيمة على أرضه وأمام جماهيره بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد أمام نادي هلال شلغوم العيد. وسجل للضيوف كل من الوناس حمزة ويوسف كمال وقددرة إسلام، فيما سجل هدف أصحابي الدار الوحيد اللاعب بن بيوت أنيسة. هذا وشهد شوط المباراة الثاني إصابة حارس مرمى نادي شباب برج منايل محمد الأمين الساع بعد اصطدام عنيف مع مهاجمي الخضر أو الخصم، كما عرف اللقاء أحداث مؤسفة أدت لإصابة الحكم إثر رشقه بالحجارة من طرف الجماهير، ليستكمل بعدها اللقاء بعد إسعافها. التغطية لعلي نفاذ. نتيجة نقول لك كانت متوقعة، يعني كي تشوف تحضيرات الأسبوع، تحضيرات المقابلة هذه، يعني كيفاش جرات بارابور يعني في لادفيرسور، يعني توجور نبقاو نخدموا واش عندنا واش كاين عند لادفيرسور. الحمد لله الأولاد يعني كانوا بوندون توت لا سومان، يعني خدموا أفون، كانوا على هوتور. لا بريباراسيون دو ماتش تاعنا كانت مليحة. نتمناو إن شاء الله أنه تكون يعني اليوم انطلاقة تاع النتائج إيجابية للفريق إلى شلهم العيد إن شاء الله، ونتمنوا التوفيق ان شاء الله للفريق الخصم ان شاء الله. دخلنا كيما شو دي مينيت الاولى تاع دوزيام ميتون، ما كاين هدف ثاني، وين ما ولينا السالي كملنا نافونسي وزدنا ثالث هدف. الحمد لله بوغ لا فيكتوار ان شاء الله. هزيمة غير منتظره، صحيح انها ما كناش ننتظروا في هذا الاداء، كنا ننتظروا ما خير، باسكو كنا حضرنا المباراه هذه كما يلزم. كانت في اخطاء فرديه اللي خلصناها يعني كاش، أنا نتحمل مسؤوليه تاع الخساره هذه معروفه كمدرب. اليوم ما فيهاش يعني ما كاش يا با دو ريوسيت مع الفريق، رايح نتكلم مع الاداره في الايام القليله القادمه، يعني على نفكر شويه مع الاداره وان شاء الله نصيبوا حل يرضي الطرفين، يرضي الفريق.